البيتاني. صحة الحيوان كعلاقة بحياة الإنسان في برنامج مع البيتاني على الحياة أفهم. صباح الخير وصباح النور لكل مستمعي إذاعة الحياة الثام. حلقتنا لليوم في مع البيطري باش تكون خاصة بتربية النحل، كيفاش القطاع ذا النجم ننظموه، شنية تربية النحل، شنية الحاجات الأضرار اللي تصيب النحل باش يجينا في الأخر عسل طازج وطبيعي، وهذا الكل وأكثر باش نحكي فيه مع الدكتور صالح الشهيبي. صباح الخير. صباح الخير على السلامة ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة الحياة الثام. دكتور، تربية النحل وسيكتور كبير على الأخر وقطاع معناها بالحق كبير ومهول، والعسل وما أدراك ما العسل وقيمته الغذائية، أما إحنا في تونس مالوريزمون ما ناش قاعدين نستهلكوا فيه بالكميات الموصوفة، ما هوش داخل في الصحة الغذائية بتاعنا كما كنت تحكي لي أنت بكري، دونك مش نحكيه على الدومين هذايا في الحلقة هذايا إن شاء الله. إن شاء الله مش نحكيه على أهم حاجة اللي موجودة في العالم ديجا، الحشرة هذه اللي هي النحلة. دونك كي نرجعوا للنحلة مذكورة حتى في القرآن، دونك المنتوج نتاعها هو فيه شفاء كما ذكر في القرآن. الحشرة هذه معناها مهمة على مستوى المنظومة البيئية بصفة عامة، لأنه كي نشوفوا النحلة سيتان انديكاتور يقول لك إذا كان انقرضت النحلة معناها ننتظر نهاية العالم بالطبيعة، خطرة تعيش معناها على الأزهار، تعيش على الأزهار، والعكس هي تقوم بتلقيح الأزهار، وتقوم بتلقيح الأزهار، تقوم بتلقيح النباتات. دونك مهم الدورة متاع النحلة، دونك في الدورة متاع الحياة الطبيعية هي مهمة على الأخر. النحلة مهمة كحشرة من أهمية كبيرة ياسر، وذلك علاش قلت لك هي إنديكاتور يقول لك إذا كان انقرضت النحلة ننتظر نهاية العالم، لأنه مش يصير التصحر، مش يصير دونك نهاية العالم، سيتان انديكاتور. وكنشوفوا في السنوات الأخيرة بالحق قاعدة الحشرة ذي قاعدة تنقص بشكل كبير، العديد من العوامل تنحكيوا عليها من بعد. فهمت؟ في تونس أهمية القطاع ذا، قطاع تربية النحل، أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني، لأنه يضم تقريباً عنا 12,000 مربي نحل، فيهم صغار المربين وفيهم ممكن نحكيه على صغار المربين اللي عنده أقل من 50 بيت نحل، ونحكيه فما فوق نحكيه على كبار المربين. وبصفة عامة هو يساهم في الاقتصاد الوطني ويساهم في الدخل للعائلات المحدودة الدخل ديجا، هي ثروة بالطبيعة طبعا، لأنه العائلات عايشة منها. دونك ثم عائلات، ثم برشا عائلات عايشة، برشا عائلات عايشة منها. وكي نرجعوا حتى على مستوى تربية النحل نلقاو ولايات القيروان معناها تكون متصدرة تقريبا جل الولايات التونسية. دونك عندنا بلايص كيما عين جلولة، كيما الوسلاتية، كيما دونك معروفة بالنحل. فهمت؟ ديجا ثم تدخل زادة في كما يقولوا فيها في التقاليد والتراث نتاعنا، لانه توا بون ممكن سنة ولا عامين ولا بديه ثم مهرجان للنحل، او ان النجم نسوقوا له خاصه للسياحه الداخليه. كما نرجعوا ديما للموروث الثقافي نتاعنا مهم، وانه نستغلوا هالنوعية هذية النشاط هذية باش وصيرتو معناها النوعية متاع العسل معناها جيدة جدا هكا ولا طبعا هي تعطينا، لأنها معتمدة الأكثرية على المرعى، دونك على الغابات والكل. وكما قلنا هي راهي تساهم زادة في وأنه تكاثر الغطاء النباتي. فهمت؟ لأنه هي تقوم بالتلقيح متاع جميع أنواع الأشجار اللي تشوفها وكل، دونك النحل تساهم في الحفاظ على الغطاء النباتي زادة. كي نقولوا الغطاء النباتي نقولوا التوازن البيئي، نقولوا الأمطار، نقولوا دونك مهم النحلة هذه. فهمت؟ إضافة كما كنا نحكيه مساهمتها اقتصاديا في معناها مدخول للعديد من العائلات دونك عايشة منها.
فوالا الدكتور توا حكينا على النحل والدور نتاعو والاهميه نتاع العسل نتاعو، فما امراض تنجم تصيب النحله ذي الحيوان هذا بطبيعه نجمو نتجنبوها، ونصيحتنا شنو نقدموها لمربي النحل؟ هو بصفه عامه اغلبيه مربي النحل هو القطاع زي ما هوش منظم بالكدا في تونس، لانه تحس كل معناها موروث عن الجدود، دونك تلقاها جد نحال دونك يكمل في الوحده هذيك، فماشي احاطه معناها تحس بالحق ما فماشي احاطه بالنوعيه هذيا من المربين اللي هي نورمالمون كان نرجعوا معناها في العالم معناها تونس حاليا تونس تنتج تقريبا 1750 طرناطه في العام عسل. 1750 طن من العسل. لكن الاشكاليه لهنا في التسويق نتاعها. فوالا شنو هي مشكله التسويق لهنا نتاع الكميات الكبيره تتسمى؟ احنا نرجعوا واش قلنا، احنا توا قلنا اللي هو سيكتور ماهوش منظم، ما فماش احاطه بالمربين هذوما، لانه علاش؟ كي نشوفوا التصدير، تونس قاعده تصدر في تقريبا 4.7 طن. من 1750 نصدروا في 4.7 طن اللي هي ديستيناسيون تاعها الاغلبيه هي فرنسا الجزائر وليبيا وشويه بلجيك. دونك في العالم قدام واحنا زاد مانيش قاعدين نستهلكوا فيه بالكميات الوافيه. صحيح، لانه كان نرجعوا للاستهلاك الفردي معناها في العام معناها تقريبا 160 غرام 165 غرام للتونسي مقابل 600 غرام في فرنسا مثلا. دونك وما تنجمش بقطاع غير منظم وانك تنافس منافسين كبار كما الصين اللي هي الاولى معناها في الانتاج وحتى في التصدير. دونك يلزمك يكون الكاليتي نتاع العسل تكون، وهاتو نرجعوا علاش شنو الاشكاليه الكبيره اللي تواجه هذا. صحيح ننتجوا لكن ما نجموش نصدر، لانه كما حكينا وانه المربي نتاع النحل يستعمل وحده دونك استعمال عشوائي خاصة للمبيدات الحشري. فوالا دونك وهذا يخلي رواسب الأدوية اللي كنا نحكيو عليها فهمتني موجودة في وسط العسل اللي هو ما ينجمش تصدره لأنك مطالب بنار معينة نتاع هالرواسب هذيا ما يلزمكش تتجاوزها سينو ما يقبلوش دونك البابا ما تنجمش تصدر. وهذه الاشكاليه الكبيره وهذيك علاش انا ندعو هو انه تنظيم القطاع هذا، لانه توا تلقاه يستعمل، لانه شنو هو توا النحل؟ النحل بصفه عامه عنده امراض، عنده امراض فيروسيه وامراض بكتيريه وزاد ثم طفيليه. هو اغلبيه في تونس اللي قاعد موجود هو معناها اللي نلاحظوا اغلبيه الامراض هي امراض طفيليه ما يعبر عنه بالفاروا. والمربي بالطبيعه معناه ياخذ من راسه الدواء معناه المبيدات الحشريه ما يرجعش معناها الاهل. صحيح، عندنا زوز اشكاليات لهنا. ما فماش احاطه بالمربي، دونك المربي قاعد يستعمل استعمال عشوائي في المضادات خاصه المضادات الطفيليه هذه الحاجه الاول. وثاني حاجه ما عندناش قام كبيره نتاع الادويه الخاصه بالنحل، لانه مش موجوده في السوق معناها مش موجوده، ما عندناش في تونس ما يجيبوهاش من برا. دونك نقص، عندنا نقص، تلقى نوعيه ولا اثنين ولا ثلاثه، دونك ونقص كبير في المضادات هذه الطفيليه اللي يخلي المربي النحل يستعمل حتى ادويه خاصه بحيوانات اخرى للنحله. وهذا اشكاليه كبيره، الاشكاليه والخطر معناها لانه كل حيوان عنده الخصوصيه نتاعو. راهو كيما حكينا قبل راهو الدواء البشري، الدواء البيطري ماهوش الدواء البشري، والدواء البيطري عنده خصوصيات معينه خاصه كلك سواء معناها كيما نقولوا احنا في معناها الدوزه اللي مش تعطيها له خاصه بالفصيله الحيوان زاد مهم. هو دكتور عندنا ديما اشكاليه في الادويه ذي الحيوانيه حتى مسالك التوزيع نتاعها، وتحكينا كنا في حلقات سابقه على الحكايه ذي، ديما عندنا اشكاليه في الادويه اللي موجهه للحيوانات خاصه كيما حكيت انت اليوم في نحل معناها ديجا فما شح في الادويه هكا ولا في السوق. افكتيفمون ما عندناش قام كبير نتاع ادويه باش عندنا الاختيار باش نداويه، وكما كنا نحكيه وعدم رجوع المربي للطبيب البيطري اشكاليه كبيره، لانه هذا القطاع ماهوش منظم. لو كان جاي منظم معناها دونك الاداره معناها تكون عن طريق الاداره يكون منظم وعلى قليل النجم معناها يرجع بالنظر للمندوبيه ولا وزاره الفلاحه اللي هي معناها مهتمه بالحاله. صحيح افكتيفمون، هو المشكل مش المربي نتاع النحل في باله هو معناها يستعمل هذيك
مش تكلف له اقل وكل، لكن هو قاعد يضيع في المنتوج نتاعو اللي هو هذاك عائق كبير للتصدير. تخيل انت لو كان جاء عندنا بالحق كنا النجم نصدى، وشوف انت قداش مش يدخل من عمله صعبه للبلاد. ديجا كما قلت لي 1750 طن معناها منها 4.7 طن فقط هو اللي قاعد يتصدر، دونك لهنا تكون عائق ومشكله كبيره. وكما قلت انت بيان سور معناها تنجم تكون تحل برشا مواطن شغل القطاع هذا، معناها يلزم يتنظم، يلزم معناها نداء بالحق للمسؤولين، لازم ننظموا القطاع هذا ونوفروا ديجا الادويه ثم الادويه اللازمه للحيوانات. طبعا كما حكينا يلزم الرجوع للطبيب البيطري المختصين في هذا المجال، لانه ما تنجمش تستعمل اليوم ثم ما تنجمش تستعمل كما يجي الادويه. فوالا والنجم مثلا انا استعملت الدواء المره ذي ينفعني، المره الجايه ما عادش نفس الدواء. طبعا ما تنجمش تستعمل ادويه نتاع فصيلة حيوانات اخرى للنحل، لانه عنده خصوصيه توا الاستعمال. لكن نشوفوا احنا في الحلقه نتاع البيئيه معناها والخلل ديجا المداويات نتاع الطفيليات، وحكينا فيها قبل الحشرات، مداويات الحشرات هي مش بالضروره النحل، لان النحل في الاخر حشره بالطبيعه. وكي نرجعوا في السنوات الاخيره خاصه السبعه والثمانيه سنوات الاخيره، ثم نقص كبير في ثم سندروم دي فوندورمون معناها اختفاء غامض للعدد كبير من النحل، حتى في على مستوى عالمي يعني النحله ما عادش ترجع للخليه نتاعها، ثم ضياع كبير في النحل. والى يومنا هذا عنده العديد من الاسباب، ما عندوش سبب واحد لكن عنده العديد من الاسباب كما كنا نحكيو. واذا كان الخليه تضعاف طبعا الانتاجيه نتاعها مش تضعاف، لانه نشوفوا المعدل العالمي باغ اكزومبل توا حاليا في تونس معدل تنتج لك الخلية 3 كيلو 4 كيلو، اللي هي نورمون لازم تكون فوق 10 كيلو معناها تنحي الانتاج نتاعها الخلية الواحد. ثم نقص كبير، ثم ضياع كبير في النحل كما كنا نحكيو، إضافة للفيروسات والبكتيريا اللي موجودة ولا الطفيليات زادة. ثم هذايا الاختفاء الغامض هذايا للنحل اللي هو مرض العديد من الواحد. أول حاجة هو نقص المصدر الغذائي للنحل اللي هو الغطاء النباتي، دونك بحكم شفت التصحر توا قاعد يصير، وكل الحرائق الموجوده في الغابات والجبال، دونك تقضات على جانب كبير من القطاع النباتي. عندك الحاجه الثانيه تقلص المساحات الغابيه زاد كما قلنا، سواء بالحرق عنده دور كبير بينصير عنده دور في كبير الحياه نتاعنا. ثم استعمال المبيدات الحشريه زاد لمقاومه الحشرات الاخرى، دونك هذا قاعد يقضي على النحل زاد. عندنا زاد تلوث الهواء، وثم زاد كما نقولوا فيها الحقول المغناطيسيه الكهرومغناطيسيه، سواء من الفتوات نتاع الضوء الضغط العالي هذاك، والا حتى نتاع الريزو نتاع التليكومينيكاسيون دونك نتاع الاتصالات، هذا كله ديزون يخلي النحل يصاب في الجهاز العصبي نتاعو التشتت، معناها يصير له تشتت ما يعرفش كيفاش يرجع للخليه نتاعو. صحيح ما عادش ينجم، لانه النحله تبعد لك حتى كيلومترات تنجم ترجع للخليه نتاعها، لكن في العوامل هذه تخليها تضيع، دونك وهذا الكل يضعف الخليه ودونك يضعف الانتاجيه. سبحان الله، انت كما حكيت منول في اول حصه اللي هي ديجا مذكوره في القران وعندها معناها بالحق جهاز عصبي رهيب وجهاز معناها هضمي حاجه فوق الخيال، معناها العبد كي العلماء ديجا كي حبوا معناها يفهموا شنية كيفاش الجهاز الهضمي يخدم نتاع النحله، لقاو برشا حاجات معناها مبهره على الاخر في النحله. بالفعل، وهذاك علاش كان الموضوع نتاعنا اليوم على اهميه الحشره هذه، دونك نحاولوا نستحفظوا عليها لو ماكسيموم، نحاولوا نستحفظوا عليها، لانها هذيك كما كنا نحكيو هي الاساسيه لحفظ البيئه، معناها باش نمنعوا العالم هذايا من التصحر وكل مهمه على الاخر. كما كنا نحكيو حتى على مستوى الاقتصاد راهي تنجم تدخل عمله صعبه لو كان نعرفوا نستغلوا وننظموا القطاع هذايا كما كنا نحكيو، سواء كما تحب على مستوى تصدير العسل او على مستوى حتى السياحه، الداخليه رانا نجموا نعملوا معناها عندنا موروث ثقافي كبير في تونس بخصوص النحل، رانا قادرين باش ننشطوا الحركيه السياحيه الداخليه، خاصه السياحه الداخليه، السياحه الجبليه توا اللي هي ديجا في العالم كامل معناها هي التوندونس للسياحه الجبليه اليوم، علاش لا نخموا باش ندخلوا العمله الصعبه للبلاد، لان بالحق في وضعيه نستحقوا بالحق، اضافه وانه يلزم التونسي يدخل في العادات نتاعو الغذائيه
العسل. العسل. العسل اللي هو شفاء من كل الأمراض، فما بالك إذا كان ندخله كل يوم معناه في عادة. وربي قال فيه شفاء، لأنه ما قالش دواء، فيه شفاء، شفاء، لأنه شفاء كلمة شفاء ما هيش عضوية معناها دواء، لا شفاء البدن معناها نفسي اللي تحب عليه أنت، فهمت؟ دونك تدخل للعادات متاعنا، وهذا باهي للصحة، صحة الإنسان ديما كما نحكي، وديما صحة الصحة مهمة، الكونسيبت نتاع الصحة دونك ومربوطين ببعضهم، صحة الإنسان هي من صحة الحيوان، صحة الحيوان هي من صحة الإنسان. شكرا لك دكتور صالح، شكرا لكم أعزائنا المستمعين اللي كنتوا تتابعوا فينا، إن شاء الله الموضوع نتاع اليوم أفادكم، وإن شاء الله يا ربي نستحفظوا على هالثروة اللي موجودة عنا في بلادنا. كنت معكم أروى غيث كوتي ميكرو، أيمن ليغا في الإخراج التقني، محمد قدح أمن لكم الديجيتال، خليكم في متابعة بقية برامجنا. مع البيطري، صحة الحيوان كعلاقة بحياة الإنسان، في برنامج مع البيطري على الحياة FM.